كاريزمة الدنيا كلها. هو ده. ايه الاخبار؟ خلصت مشهد ولا ايه؟ لسه شوية. ماشي. انا بيني وبينك لقيتك واقف كده في الطل وقلت ايه يا جماعة مس عليك. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يعني ينفع نتكلم ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ اخبارك؟ مش كل حاجة؟ انا صاحب محمود على طول. اهلا وسهلا. انا ابويا وامي راجعين من السوق امبارح من على المحور بيبصوا على البوستر مالوش صورتي. فامي بقلب ام يعني بتقول لي ايه ده؟ أيوة. انت فين؟ أيوة. فقلت لها لا انا هحل الموضوع ده مع استاذ. انا فين؟ انك مش موجود على اللي هي قفشات الشوارع يعني الايجو بتاعي انا كممثل. يمكن عشان لا ما تاثرش. لا مالهاش دعوه. تعرف حد في اسم الرحابه جنرال؟ معلش عشان رخصتي مش عندي. تعمل ايه؟ رخصتي ما تسحبه فوق. معلش عندي لا معانا هو مش ممكن اسم الرحابه تمسح حبيبه جنرال والله. نتكلم بعدين في كذا. فانا بقول مثلا يعني يمكن عشان بطلب على البريك حواوش وطحينه فشايفيني من بعيد ولا ليها دعوه. ممثل بيضرب حواوش وطحينه ومش بعيله في اكياس ولا ليها دعوه. انا موقع الكاريزما. بالعكس انت مبين لهم انك متواضع. اصل خد بالك في بقى نجوم بتطلب سوشي وحاجات فده يكلف الانتاج. شايف الكلام اللي رايح لا جنرال هو مامور الاسم متغير ولا بس هو والله وحتى لو متغير انت لو رحت بالشكل ده ما تعرفوش اصلا عندنا دي. لا اعرفه بس انت لو رحت مش طلعوه. حبيبي جنرال احترم المهنه بقى والكاريزما شويه. تمام حبيبي عندي يا ابني. عيب يا ابني اخوك. انا طب معلش يا جنرال انا قلت برضه اجي استفسر منك. انا معادي 6 لو جيت 7:30 لا يقول لك الراجل ده لا ده كاريزما. انت فاهم انا يمكن عشان باجي في معادي او قبل معادي بشويه فاقول لك ده مريح. انت فاكر ان نجومين هتتاخر وكده؟ ما انا قلت اسال بس عن موسم متاخر. طب عايزك تكلم امي. معلش كلم امي في التليفون. بالله عليك قول لها انا الاستاذ اكرم. بالله عليك لا الاستاذ اكرم ازيك عامله ايه؟ لا اشرف. لا اشرف صاحبي حبيبي. قول لها ان انا صاحبك حبيبي وصاحبي. خلاص يا ام هاشم. خلاص يا ام هاشم. اصحاب محمود كلهم حبايبنا حبيبي والله العظيم. تعليق ايدك بصه والثقافه. فانا مش عارف اقول لك ايه. يعني هل في امل ممكن اخر 15 يوم في رمضان اتعلق في البوستر؟ لا مش 15 يوم يعني هي بتبقى ليها توزيع ممكن انا اخر 4 أو 5 أيام. انا بيني وبينك يعني الصراحه الحقيقه يعني وتفكير طبعا عشوائي قلت يمكن انا يا محمود انت مش على المحور فيمكن تبقى على الدائري بتاع هرمز اللي هي البوستر. لا ملهاش دعوه. انا مأخرك ولا حاجه؟ لا انا عندي مشهد بس خلاص تقريبا رجعت. لو عايز تراجع انا برضه عندي خلاص مشهد النهارده. لا انا لسه انت عارف خلصت بس تحاول تقول انك عندك مشاهد عشان حسيت ان ممكن دي تبقى خلصت. لا والله لسه خلصت. لو عندك شغل كتير ربنا يعيننا ربنا يكرمك. كده لكن مخلص الصراحه خلص من ساعه. عادي عادي والله عادي. سؤال ده الشعور عادي يحصل لنا كل سؤال سريع وهمشي. قول لي في مواصفات لاختيار الكرفان؟ انا امبارح الرجاله كانت قاعده على القهوه قلت لهم تعالى انا عايز اعمل لكم سهره عندي في الكرفان. كنت جايب 8 تنفور فلقيت الرجاله بتقول ما ينفعش العدد كبير. عدد كبير ايه؟ مش كرفان. انت ليه بتتعامل مع كرفان انه يعني قصدي بتاعي حاجه اجار دي؟ لا ما هو اصل بتاعك ده بتاع الشغل. يعني بنغير فيه بين المشاهد بتاع نظبط حاجه بتاع مفيش يعني صعبه جديده. صعب بس انا عملت كده وكل واحد امه جابت اللي جابت محشي واللي جابت بانيه واللي جابت عجة. انا لقيت يعني انا ممثل. الناس ناسيه ده ليه؟ يعني ما مش ناسياه بس على ايه؟ اخرج معايا بالليل كرفان في كافيه في مصر جاي فيها نروح نقعد شويه. يلا يلا خلص شغلي ويلا الصرف والتعليم بس وبعد كده اي حاجه تاني بقى مش تفهم. ما ينفعش انزل فمي على الرخصه بس معلش حتى ليا انا هو قريب قوي منك. انا موضوع في كده انا هو مقيم. حاضر بالله عليك انزل فمي على الرخصه سوبر دارك بلاك قطع الحاجه. ما تروحش بالنضاره دي حبيبي عشان لو رحت بالنضاره دي عايز الحته بتاعت ايه اكرم انا في ان انا من طرف مشوه. لو يفتح مشوه دلوقتي كلمني هيلاقي ده هيلاقي